على نحو 170 شخصية مصرية معارضة رفضهم التام للتعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدين في بيان لهم استمرارهم في استخدام كل وسائل المقاومة السلمية لرفض ما وصفوه بأي عبث جديد بالدستور يضاف للعبث المستمر منذ تصديق الشعب عليه. وتحت عنوان لا للعبث بالدستور، عبر الموقعون في بيانهم عن شعورهم بالصدمة والغضب إزاء الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام والتي تطالب بتعديل بعض مواد الدستور، مؤكدين أن كل مواده لم تطبق بعد. وأشار البيان إلى أن دعوات تعديل الدستور هدفها الوحيد والواضح هو إبقاء السيسي في الحكم رغم وجود مادة مانعة للتعديل. وكان الكاتب الصحفي المقرب من مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية راس الرزق قد دعا الأحد الماضي البرلمان المصري إلى ضرورة تعديل الدستور خلال عام 2019 لتمكين الرئيس السيسي من الاستمرار في الحكم. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول خالد إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحركة شباب السادس من إبريل. كما ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة سيد محمود عطية منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. أهلا بكما سيد خالد، أنت من ضمن الموقعين على هذا البيان، لو حدثتنا عن كواليس هذا البيان ولماذا خرج في هذا التوقيت؟ يعني مساء الخير أولا لحضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. البيان اللي أصدرته عشرات أو الشخصيات السياسية في مصر وكنت أحد الموقعين على هذا البيان هو الحد الأدنى اللي دلوقتي ممكن نقدر نعمله دلوقتي، لأن الأخبار المتواترة سواء عن طريق ياسر رزق الصحفي المقرب من النظام أو اللي بيكون أو اللي احنا شايفينه بمثابة محمد حسنين هيكل بالنسبة لعبد الناصر أو موسى صبري بالنسبة للسادات، يعني الكلام لما يطلع من ياسر رزق بهذا الشكل وبهذه الكيفية وبهذا الشرح اللي تناوله المقال بتاعه يبقى بنتكلم على يعني إقدام أو نية من النظام على التمرير لهذه التعديلات الدستورية، وبالتالي كان لابد من إعلان موقف واحد. خليني أقول لحضرتك أنه يعني في كواليس بتحصل بقالها فترة، يمكن عندنا معلومات بالكلام دوت أنه النظام بيتبع الطريقة الساداتية في هذا الموضوع تحديدا، وحتى لو بعض المعارضين نفوا على حساباتهم الشخصية وجود هذه الاتفاقات أو الحوارات أو الاتصالات ما بين النظام وما بين هذه الأحزاب، ولكن أنا بأكد أن الاتصالات دي موجودة بالفعل، أنه كان على الطريقة السادتية زي ما بقول، يعني الرئيس الراحل محمد أنور السادات لما حب أنه هو يمرر الدستور وهو السبب الرئيسي كان تمديد حكمه بالتأكيد سعى إلى تقديم رشا سياسية كان من ضمنها أنه أعلن المادة الثانية كان يعني المادة الثانية في الدستور اللي هي بتحدد الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع عشان خاطر إرضاء أو اكتساب أصوات الإسلاميين في هذا التوقيت، ثم إعلان الغرفة الثانية من البرلمان اللي هو مجلس الشورى، وبالتالي هيضمن مئات الأصوات أو مئات الموالين ليه من خلال مجلس الشورى آنذاك، والتعديل الأساسي أو المادة الأساسية اللي اتكلم فيها وقتها اللي هي المدة خلاها مدة شال اللي هي المربوطة وحط ودال، وطبعا فايدة كامل بقى أسلوب حياة بقى موجود في أيام حسني مبارك وبقى موجود في أيام هذا العهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا يعني كلمة رئيس. ولكن خلينا أقول أنه محاولات الرشوة السياسية اللي شغالة دلوقتي كمان تضمنت أشياء أخرى وهي دعوات للحوار. يمكن الكلام ده الدكتور زياد بهاء الدين أعلن عنه على صفحته الشخصية، قال أن كان في حوار حوالين تقديم تنازلات من النظام أو من السلطة في ملف القانون الجمعيات الأهلية، واللي يعني شهد في الفترة الأخيرة ديت خلال الأيام الأخيرة بعض التنازلات من النظام، وقال ان الحوار كان فعلا حقيقي. فهو النظام بيستعين بطريقه العصا والجزره، الاول بيحاول يقدم تنازلات زي ما سادات عمل، الكلام ده ما ينفعش نبدا بطريقه تانية. خلينا اقول ان النظام عاوز بيسابق الزمن عشان خاطر الانتهاء من تمرير هذه التعديلات الدستوريه قبل رحيل مرتقب للرئيس الامريكي دونالد ترامب في هذا العام 2019، ودي توقعات سياسيه معروفه، وبالتالي هو بيحاول ان هو يمرر التعديلات ديت بشكل سريع قبل هذا الرحيل المرتقب. التعديلات هتكون في مقابل تنازلات إقليمية ودولية. خلينا نقول أن النظام المصري والحادثة الأخيرة بتاعت قناة سي بي إس واللقاء اللي بتحاول السلطة المصرية تمنعه زي ما أعلنت القناة بيقول بعض المعلومات في هذا الإطار، وبالتالي هيكون في تنازلات إقليمية ودولية. كلنا شايفين دلوقتي في معلومات عن تدخل النظام المصري في شمال سوريا، عايزين بنتكلم على صفقة القرن
حتى لو تأجلت أو اختفى الإعلان عنها قليلا، ولكن دلوقتي الملف مفتوح وفي محاولات لتقديم تنازلات بالطبع كلها ستصب في صالح الكيان الصهيوني، وهو ما يمرر من خلاله عبد الفتاح السيسي هذه القرارات. طيب ابقى معي سيد خالد. سيد محمود عطية، ما رأيك في هذا البيان الذي مضى عليه أكثر من 170 مصريا يرفضون فيه تعديل الدستور الذي يرونه خطوة سيئة وخطوة لا ينبغي أن نصل إليها؟ مساء الخير عليك يا أستاذ إبراهيم. والله يعني أنت زي ما حضرتك بتقول 170 طرد مواطن مصري يعيشوا في الخارج مع مصريين في الداخل، العدد بتاعهم 170، أهلا وسهلا ولهم الحق في الاعتراض على أي شيء كالعادة، يعني لأن بعض الأسماء دي متكررة في أكثر من بيان معارضة لأي قرار أو أي شيء بتعمله جمهورية مصر العربية. بالنسبة لموضوع الدستور أو تعديل الدستور، ده موضوع يعني ما يعني من وجهة نظري الشخصية، أنا ما بتكلمش عن حد، بتكلم بناء على إني رئيس ائتلاف يتعدل الدستور. لو هيتعدل الرأي للجماهير فيه، يعني زي احنا لسه بنعاني، لسه الدولة ما وقفتش على حيلها. زي ما قلت قبل كده، انا الدستور ده اتعمل اسمه دستور الضرورة. يعني لما تيجي حضرتك مثلا يا استاذ مجاهد، الزعيم الراحل شارل ديجول لما له عبارة جميلة جدا، اذا اصطدمت مصلحة فرنسا بالنصوص القانونية والدستورية فانني لن ادع فرنسا تواجه الاخطار احتراما للنصوص. فهي نصوص اللي يعترض، يعني انت ترى ان تعديل الدستور ومنح السيسي يعني تمديد في الحكم هي مصلحة لمصر؟ طبعا اكيد بكل تأكيد. يعني اصل يا استاذ مجاهد، المسألة اصلا حين وضع هذا الدستور الرئيس السيسي زي ما قلت انا قبل كده بيقول بطريقه مهذبه انه اتوضع بحسن نيه، وانا بقول ان ده دستور معيب، وخاصه وانا اصر على هذا الكلام ان بقى في بعض الاسماء في اللجان عار على مصر ان دول يكذبوا ان دول كانوا بيعملوا دستور مصر، وكانت المسائل بالبلدي كده شايلني وشايلك واخد بال حضرتك، فكان في احتواء وكان في ضغط عالمي على مصر ان المؤسسات تكمل، الدستور يكمل، ايه الكلام ده كله، فكان الدستور ده اتعمل على عجل فطلع بهذا الشكل المعين. فاذا كان هناك تعديل للدستور سواء بقى الماده، وانا اصلا ضد هذه الماده اللي بتقول 4 سنين، والماده التي تغل اليد عن تغيير هذه الماده التي لا نظير لها في اي دستور اخر في العالم، ده كلام يعني كان دستور يعني ده في رايك استاذ يعني محمود، يعني ايه المده، يعني المقترحه اللي تراها مناسبه لان يكون رئيس مصر يحكم مصر بيها؟ ممكن مثلا على سبيل المثال ممكن يكون مثلا 6 سنوات، واخد بال حضرتك، لان هو في بعض كم مده استاذ محمود، كم مده؟ هل مدد ولا مده او مدتين؟ مدتين. لا 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 مدتين يعني. وهل الامر يكون قاصر على الرئيس السيسي ام اي رئيس ياتي؟ من الجائز ان يكون قاصر على الرئيس السيسي، ومن الجائز ان يكون على اي رئيس، لان لو بصينا برضه لفرنسا وهي ام الديمقراطيه، لما تلاقي ان الرئيس الاخير اللي هو قبل الاخير مش متذكر اسمه، راح مني قبل ما يمشي على طول نزل العدد السنين من 7 سنوات الى 5 سنوات. تبقى فرنسا 5 سنوات صاحبه المؤسسات وصاحبه الديمقراطيه ومدينه النور، 5 سنوات للمره، ومصر اللي هي كانت طالعه ضعيفه ومصر في تكالب العالم المؤامره عليها وبنعمل 4 سنين.
يعني ده سؤال مهم يا استاذ محمود، دعنا نسال خالد اسماعيل فيه. يعني فرنسا يعني المعبر عن الحريه يكون الرئيس الجمهوريه فيها خمس او رئيس الوزراء يكون فيها 5 سنوات، ومصر التي تعاني وتواجه وتحارب يكون رئيس مصر فيها 4 سنوات، لابد من تعديل الدستور ل6 سنوات حتى يستطيع الرئيس ان يؤدي ما عليه ان يعني ينطلق بمصر من هذه الكبوه. ما ردك سيد خالد؟ طيب، هو خلينا يعني نتفق انه النصوص الدستوريه هي يعني مش قران، فعلا النصوص الدستوريه ممكن من الجائز تعديلها اذا كان التعديل، ولكن خلينا اقول لحضرتك انه التعديل ده لازم يكون في صالح المواطن. يعني فعلا في الفتره الاخيره في فرنسا تم التعديل، في امريكا تم تعديلات دستوريه، ولكن المواطن الفرنسي او المواطن الامريكي لما بينزل للسنه دي عشان خاطر استفتاء بيكون الغرض الرئيسي في هذا الاستفتاء هو مصلحة المواطن وليس مصلحة السلطة أو بقاء السلطة، وبالتالي المواطن بينزل وبيشارك فعليا، وما بنشوفش مشاهد زي تهديد العاملين أو تهديد المصريين زي ما حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والقبض على المرشحين الرئاسيين، وبعدين في الآخر نجيب بلياتش ونحطه قدام مننا في الانتخابات، وفي الآخر خالص نجيب أنا شفت بنفسي وأصدقاء ليا جوه يعني شركات بترول وشركات استثمارية. نعم، بنحافظ على هذا الألفاظ سيد خالد يعني احتراما للجميع، لكن دعني أسألك في البيان لأن الوقت ضيق. أنتم في البيان تقولون ويرى المواقعون أن هذا العبث الذي يتم الترويج له من شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي. هل يعاني النظام الحالي من شرعية؟ هو النظام الحالي دلوقتي فقد شرعيته مش دلوقتي، من بدري خالص، يعني فقد شرعيته على المستوى السياسي لانه الحياه السياسيه انهارت، فقد شرعيته من الجمله الشهيره اللي قالها لما قال انه المصريين نور عينينا وان احنا المواطن المصري هيكون ليه مستوى معيشه وكرامه انسانيه والى اخره، وشايفين دلوقتي كلنا مش خافي على حد، السواد الاعظم من المصريين بيعاني من اوضاع معيشيه سوداويه. خليني بس يعني نقطه مهمه عاوز اقول لحضرتك عليها، ان الاستاذ بيقول العشرات، ضيف حضرتك بيقول العشرات اللي موجودين في الاسماء هم نفس الاسماء، وكان عايز افكره بس ان الاسماء اللي موجوده دي كلها كانت هي نفس الاسماء بنسبه 100% اللي كانت بتعارض حكم الرئيس الاسبق الدكتور محمد مرسي، واللي كانوا مكونات الجبهات العديده اللي منها جبهه الانقاذ اللي كانت ضد الرئيس السابق محمد مرسي، وبالتالي اللي اسسوا عليها شرعيه نظام عبد الفتاح السيسي، انما دلوقتي هم مش عاجبهم دلوقتي هؤلاء. خليني اقول لك ان نفس الكلام دوت قاله الرئيس الراحل انور السادات لما الناس كلها او في اعضاء سياسيين أو حركات سياسية أو شخصيات عامة وقتها اعترضت الكلام ده كله، السادات وقتها سماهم بالعناصر الشاذة. فيعني خليني نقول بس نحط هو ماشي على الطريقة السادتية بالظبط دلوقتي. نعم. إنه وأنا عاوز أحذر في نقطة مهمة جدا، النقطة الأخيرة معلش اديني بس 30 ثانية، النقطة الأخيرة خطورة المنافقين والفاسدين على الشعب المصري هم أخطر من عبد الفتاح السيسي نفسه. يعني خليني أقول لك إنه فايدة كامل ومنشأ على شكرتها في عصر عبد الفتاح في عصر السادات موجودة دلوقتي في هذا الأثناء بشكل أكبر وبشكل أكثر كثافة، موجودين دلوقتي وكلهم بيحملوا نفس الوجه، وجه محجوب عبد الدايم، وللأسف الشديد لا يهمهم المصلحة بتاعت المواطن المصري، ولا يهمهم السياسة المصرية، ولا يهمهم المستقبل المصري، كل ما يهمهم هو رضاء السلطة عنهم. نعم. وهم للأسف الشديد بيشتغلوا شغلانة واحدة بس هم دلوقتي. نعم. اللي هي أقدم مهنة في التاريخ. نعم. ابقى معي سيد خالد ونتحفظ على التعبيرات التي لها بعض الإيحاءات التي لا نقبلها هنا، وبالعودة للسيد محمود عطية، يعني إذا كنت ترى أن عشرات هؤلاء الذين قدموا هذا البيان هم نفسهم القائمة 100% كما قال خالد، هم الذين كونوا جبهة الإنقاذ التي وقفت أمام الدكتور محمد مرسي والتي أتت بهذا النظام. وقت أيام الدكتور محمد مرسي لم يكن هناك اعتراض على هؤلاء الأسماء ولا على هذه الشخصيات، الآن ترى أنها هناك اعتراضات عليها، لماذا؟ مين قال لك أنا يمكن هو المتحدث اللي غلط اكتر من مره، ولن يعني لن اتبارى معاه في الغلط لانه يعني صغير حسب سنه يعني. برضه ما تحفظ استاذ محمود احتراما لك وله ولكل الضيوف، دعنا في ايه انا قلت يعني استاذ بجاك يا استاذ محمود، بس الحديث حول الصغير والكبير ليس الامر بالسن يا استاذ محمود، يعني العبره ليس العلاقه بالسن، الكل الجميع له احترامه. اتفضل. هو دايم مش عيب ولا صغير ولا هو دايم مش عيب، الناس اللي موجوده في مصر ناس نظيفه وناس محترمه، هو نفسه بيقول لك انا وقفنا ضد الدكتور مرسي، طب انتوا عايزين ايه؟ الدكتور مرسي ما عجبكوش، السيسي مش عاجبكم، عايزين ايه يعني؟ واخد بالك؟ ده كلام ما ينفعش، ده كلام عيب،
انت المفروض ترد عليه. لما انت الدكتور محمد مرسي مش عاجبك، الرئيس مبارك مش عاجبك، الرئيس سيسي مش عاجبك، طب نجيب لكم ايه؟ يعني ده كلام غريب جدا. ويغلط في الست المتوفاه المرحومه السيده فايده كامل على رحمه الله، وهي من النائبات المخلصات الوطنيات البارعات في مجلس الشعب. انت شايف يا استاذ محمود البيان ده له يعني ما هو تاثير هذا البيان؟ هل ترى انك سيكون له تاثير ايجابي على الوضع السياسي في مصر ام لا؟ انا استعير بكلمه الرئيس مبارك، ربنا يديله الصحه والعافيه ويديله طول العمر، دعهم يتسلوا، خليهم يتسلوا. يعني ما هو بعدها قامت الثوره عليه يا استاذ محمود، بعدها 25 يناير جت وقامت الثوره عليه وهو تنحى. ما يخليها تقوم الثوره خلاص، ما زمن الثورات والكلام الفاضي ده خلاص. الموضوع ده خلص يا استاذ مجاهد. اشكرك يا استاذ محمود وعذر المقاطعه على ضيق الوقت. اشكرك يا استاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق معي، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول ايضا للسيد خالد اسماعيل عضو المكتب السياسي لحركه شباب السادس من ابريل، شكرا جزيلا لك. المسائيه مستمره وبعد الفاصل تطورات خاشقجي، وفيها مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بتحقيق مستقل بمشاركة دولية ويؤكد أن المحاكمة الجارية بالسعودية غير كافية.